الصوت ده؟ الفطور اللي بينا ده من كتر ما انت قاعد في وش الليل نهار يا موكوس. يا اخي انزل اشتغل بقى، عمرك ما عرفت تنجح لوحدك بدل ما انت عايش كده على فلوس ابوك. يا موكوس يا موكوس. طب اسمع. فيش مفيش. واحنا نفضل نفرع في الموضوع طول حياتنا؟ مش عارفه في ايه قولي له. طب سكي التلفزيون. سكي منك لله يا سلمى. المزيكا دي وانا داخل اقتلها ولا ايه؟ انا بس عايز المفتاح مش اكتر. الله الله الله. الله 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 الله. ايه ده يا حبيبتي، ده طعم ده ولا ايه؟ طب يا ترى ده هيكفي معايا المشوار اللي انا رايحه؟ ايه ده، هتيجي معايا ولا ايه؟ على ابو شخيرك عمر. ايه اللي صحاك يا ابو مكل بنتي؟ ايه؟ رايح فين يا عمر؟ مصدع، رايح للدكتور شويه. نعم، رايح الدكتور تعمل ايه؟ ما قلنا مصدع يا اختي، هكون رايح للدكتور اعمل ايه؟ هعمل سونار. برضو هتخرج تتصرمح ما ترجعليش الا وش الفجر، وبعدين ترجع تنام لحد الظهر، وبعدين تصحى تدخل الحمام تقعد لك ساعتين، وبعدين تخرج منه تقعد تزعق وتعيش لي في كرسي السايق، اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقولي دي عيشه طه، وبعد شويه تيجي تصالحني وتقولي معلش يا بيبي ده الشتاء، وبعدين تدخل تتفرج على فيلم كتير اللي بقى مقرر علينا كل يوم. ده انت حتى يا اخي ما بيهونش عليك تنادينا اتفرج معاك يا مامي. ايوه يا روحي جايه. تمام حافظ كده انا؟ تمام يا حياتي؟ الدرس بتاع كل يوم؟ والله العظيم يا عمر ما عندك ريحة الدم. No way روش. You on your own big man. لا انا النهاردة مأنتخ. Relaxation, meditation. انت فاهم؟ كمان it's so crowded. وانا بصراحة مش صار معايا سواق خالص. سواقة ايه بس يا بلوزي؟ ده هنا في كبشة مزز لو شفتهم. اضحكي بعد كل اللي حكيته لك ده بتضحكي يا هبه؟ ده هيموتني. ده غير ان البنات بقوا كوبي منه، كوبي، مفيش حاجه بيعملها ما بيقلدوهاش، جالهم تخلف رسمي خلاص. طب ما تقفشي عليه. هو انا بعمل حاجه في حياتي غير اني اقفش عليه؟ انا بقالي جزئين بقفش عليه، هو في كده؟ طب انا هقول لك على حاجه تانية. هو لازم يحس ان في كده حاجه مختلفه. حاجه مختلفه ازاي يعني؟ هقولك مش عارفة. حلوة دي، تصدقي أنا ناقصة عبط. بصي بس يا ستي أنا هفهمك. مش أنت بتقولي إن هو بقى بارد وإنه مبقاش بيحبك زي الأول؟ كل الرجالة بتجيلهم كده مرحلة في حياتهم الزوجية من الزهق والفتور، بيتوهموا إن هم مبقوش يحبوا مراتاتهم زي الأول. طب أنا يعني أعمل إيه؟ مش فاهم. طب ما تشتكي له.
ماما فستانها حلوة قوي، ورشدي شكله قمر. سلمى وابويا، ايه جو العشق الممنوع ده؟ شكلك في البدلة قمر يا رش. انا عارف. الف الف مبروك على الخطوبة يا سلمى، والفيلا تجنن. رشدي جابها لي هدية خطوبتنا. وتقولي لي بيتي الجديد جايب لها فيلا سهل. تعرفي ان انتي ورشدي لايقين على بعض جدا؟ انتوا هتتجوزوا امتى؟ يعني شهر شهر ونص كده. وهتقضوا شهر العسل فين؟ هنلف في يوروب كلها. الله يرحم ابوك يا بنت نوفل. مامي مامي، انكل عمر جه. انكل عمر؟ عن اذنك. عمر، والله يا ابن حلال كنت متاكده انك اول واحد هتيجي عيد ميلادي وخطوبتي. خطوبتك يا بنت الكلب؟ ده انا هديكي 30 جزمه على وشك دلوقتي. اتلم ولم نفسك ولم وشك عشان الناس تبص علينا وبنتصور. هديكي 100 شبشب على خدودك اللي شبه الطبق دول. اه صحيح، نسيت اعرفك على رشدي خطيبي. عارفه عارفه ابو طويله؟ هو ابو طويله فعلا، بس مش ده. ده رشدي لكوح، اول علم مصارعه. عمر رشدي، اول علم باليه مائي. ربنا معاك يا بطل، مصر امانه بين ايديك. سلام عليكم. يا اخي سيبني بقى، يعني بسميتك ينفع كده؟ لا طبعا. ايه بقى ازاي؟ حياة امك يا سلمى، انا اوريك. انا هرجعك تشحت تاني واعرفك مين هو عمر رشدي ده. هموت هموت يا شبي، هموت يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. انا تشتغلني بنت المراحه وتقولي تعالى عشان عيد ميلادي، اروح الاقيها بتتخطب بتتخطب والواد واقف زي البقف كده يقول لي اهلا وسهلا بنت اللذينه، وتقولي انا بحب الابطال. الابطال يا سلمى يا بنت المتضايقة. ماشي، أنا تعملي معايا كده؟ ماشي يا سلمى، ماشي يا سلمى يا بنت نوفل، ينفع كده يا شبي؟ لا طبعاً. يبقى إزاي؟ 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 بس يا عمر، إيه ده حبيبي إيه ده؟ تعال نقعد، كله كده وليها حل؟ حل إيه يا أبو حل؟ حل إيه يا أبو حل؟ وأبويا؟ أبويا يبقى عارف وما يقوليش؟ اروح هناك الاقيه معزوم عامل لي فيها ام العروسه. ماشي يابا، ماشي يابا، ماشي. حموت يا جيمي حموت. طب وحيات امك ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ 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 كسف عمر. ليه كده بس؟ ليه؟ ايه ده حبيبي؟ تعال تعال اقعد اقعد. ايه ده؟ صحتك؟ صحتي؟ صحتي يا ابو صحتي؟ ما راحت صحتي، خدت صحتي وفلوسي ووقتي ويوتيوبي يا جيمي، خدت يوتيوبي. فين ال اوس اي حاجة وانت اقعد. سيبني. طب انا راضي ذمتك يا جيمي، ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ ازاي؟ حظي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ده انا بقالي سنتين بجهز في الشقه دي عشان اتجوز فيها، نفسي اشتغل كلها الله يخرب بيتك. تتجوز عشان تخلف ويجي عليك على اخر الزمن يقولوا لك يا انكل جيمي. انا انكل جيمي بذمتك ينفع كده؟ لا طبعا. عليا وعلى سنين السودا. يبقى ازاي؟ 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 مش عارف مالي، مش عارف مالي، انا تعبان. سوري يا جيمي، سوري يا حبيبي، معلش انا حاسس ان انا دوشتك شويه. انا مخنوق، انا عايز اغير جو. ارجوك يا عمر غير جو. ايه؟ غير جو؟ انت مش حاسس بصاحبك يا جيمي؟
مش حاسس بيا تقول لي غير جو؟ ينفع كده؟ انت كمان ما بتردش عليا؟ ما بتردش عليا يا جيمي؟ ما بتردش عليا؟ حرب أهلية شو؟ مش هي بتحب الأبطال؟ صح؟ شو بك يا عمر؟ بليز ضلك بطل للنهاية. ضلني بطل للنهاية. يا ولد الكلب يا روبرت. انتوا متأكدين العصابة ما عدتش من هنا؟ لحسن انا جاي بجري وراها من الدوحة. دوحة؟ ايوه دوحة سلمى، وامبارح كنا في المغرب. طب ارتاح يا عمر. طب اعمل لك حاجه تشربها؟ اعمل لك حاجه تاكلها؟ اهي دي فكره كويسه، بس للاسف ما اعرفش اكل غير سوسكتي حبيبتي، لازم تبقى معايا خطيبتي بقى. معقول كده؟ يلا القطر رايح فين فين فين؟ يا جمل، ها ايه رايكم في اكل سلومتي حبيبتي؟ مش هالقد يعني، وبعدين ريحه البيت عندك كتير كتير بشعه، انا كتير بقرف. انت بتطبخي بزيت ولا بشو؟ يا حبيبتي بطبخ بزيت. انت بتطبخي بايه؟ صابون سايل؟ اطبخ انا؟ عمر ابدا ما بيخليني فوت على المطبخ، تضلوا اصابيعي واظافير كتير حلوين. مش هيك يا عمر؟ ما بيخليني فوت على المطبخ. هيك حياتي. الله يرحمه كان بيشرب الشوربه بايديه. معلش يا حبيبتي عشان الجوانتي في ايدي، بس هرشيلي هنا والنبي. اوكي بس كفايه كده. سلمولي هالايادي حبيبي. ايه يا ابو الابطال، انا شايفك داخل على البيضه 83. انا كده عموره، قبل اي بطوله لازم اديها بيض بيض بيض. طب خد بالك بقى ابو الابطال، لحسن البيض بيطفح على الشخصيه. ايه ده؟ العصابه بعتوا لي بي بي ام وبيقولوا ان احنا لازم نقابلهم بكره الصبح، وبعتوا لي عنوان. العصابه بعتت لك بي بي ام؟ ايه اصل امبارح اللهو بعت لي البين بتاعه وعملت له اد. انا العيال وحشوني قوي. طيب نستاذن احنا بقى عشان نلحق ميعاد الصبح. ايه يا حبيبي تتلحق تعمل لي مساج؟ طب وايه لازمه المروح دلوقتي واحنا عندنا مشوار مهم الصبح؟ ما تخليكوا قاعدين معانا يعني، ولا ايه رشدي؟ قصدي يا بيبي. أمرك يا حياتي. طب والله فكرة، حس كده بقى أنا لازم أريح شوية، الولاد وحشوني قوي. يلا بينا يلا يلا نطفي النور يلا نطفي. يا أستاذ لكوح أنت هتعمل إيه؟ لا بقولك إيه، اتقي الله اتقي الله يا أستاذ لكوح. وبالنسبة للبيض اللي بيغير الشخصية، الو ايه جيدة شو اخبارك؟ منيحة. شو يا بختي بعمر؟ عمر هيدا حياتي كلها. اسد قال قولي 10 اسود مع بعض. الله عليك شو بدي احكيني. بصي اسمعيني، انا رح اخدمك خدمة، انا حسلفهولك بس على شرط يوم واحد وبس عشان وحشني. انت ما عرفتي شو صار؟ انا سلفته لكل اصحابي بالشغل. يا عمر حبيبي كتير كتير عم بيتعب كتير. معلش اكل عيش وبس. يلا قوم عشان تعدلي، تعرف انها داخل على بطوله
ولازم قبل ما انام العب 7000 ضغط و14000 بطن. طب مش هتتعب يا ابو الابطال؟ ده انا كده هتعب من العد. بس حقك يا ابو الابطال. يلا قوم نام على ظهري. انام على ظهرك؟ اه يا وسخ. هتنام بظهرك عشان ما جبتش الاوزان بتاعتي معايا. يلا قوم. كتير بحب حط كريم على جسمي بالليل. صبرنا يا رب. بس يوجولي مش انا اللي بدهنه. عمر مغنجني كتير. يا حبيبي يا عمر شو حنون يا قبرني. هيدا الكريم لأجري تيضلن حلوين. وهيدا بستعمله لوجهي كتير منيح تيضلن منور. وهيدا الكريم لأيدي كسري ايدك. عمر كتير بحب الايدين الناعمين الله يرحم. وهيدا ال على ابو سفلتك. الفيلم 214 15 16 17 حمود تلاقح كمل. حمود تلاقح ودي فكرة ايدي بقى يا ترى؟ انا قبل ما نام بحب ارقص وبحب حتى ميوزك لانه عمر دايما الكاميرا بتاعتك اللي فصلت. طب ما تكلمني في التليفون وتحكي لي. لا بس ده موضوع بقى ما ينفعش في التليفون. يا لكوع طب ينفع شغل التكييف؟ هاخد برد. وصلنا لكام؟ 4000. وهي بوسه لشفافك يا عمر.